لنعمل كريستيني الجبنة الكريمية والريحان والبندورة المجففة، احنا بحاجة لخبز الستيك وزيت زيتون، أعشاب إيطالية وبودرة الثوم، 200 جرام جبنة كريمية، أكيد ربع كوب بندورة مجففة مقطعة، وكمان ربع كوب زيت زيتون، متأسفة، ربع كوب زيتون أسود مفروم، ربع كوب ريحان مفروم، واثنين معلقة كبيرة لبن زبادي، ملح وفلفل. أوكي. طيب هلا روان، اول شيء انا معي صينيه ثانيه، وين راحت؟ anyway. بدك صينيه؟ لا خلاص مش مشكله. هلا عندي انا هون شيء اسمه خبز الستيك، دائما بحكي انا انه بفضل خبز الستيك عن خبز الفرنسي. ليه؟ هلا هو بيجي شوي قطره. شوي قطره. اوكي، هو برضه بتلاقوه بالمخابز بس مكتوب عليه ستيك بريد او خبز ستيك. بيجي شوي اصغر، الطف، هاي شكله يعني اللي اظن بيعرفوه. فهلا انا بس اهم شيء انه بدي اقصه بسكينه مسننه، دائما احنا بنحكي انه الخبز عاده ينقص بسكينه مسننه حتى ما يخرب شكله. ما يتفعص الخبز، صح؟ شو قصدي؟ هلا رح يعني اعمله هيك بالوارب واقص اول وحده بهاي الطريقه. طلع كيف بضله نفس الشيب، ما بتغير الخبز. شايفه كيف؟ بنجيب فرشاي ندهن بشويه زيت زيتون بهاي الطريقه. أوكي. على الشقتين. كل خبزة بخبزتها بصراحة. ندهنها وبعدين بناخد شوية أعشاب إيطالية مجففة عنا مع بودرة ثوم، بنحطها بهاي الطريقة وندخلهم على الفرن 5 دقائق. روان بس 5 دقائق بتحمصوا؟ عشوائية ولا على الفرن العادي؟ لا عادي، شغل من فوق تحت. هلا إذا كانت الست أصلا ضويته لأي شيء بتقدر بس تدخلهم شوي. أوكي، بس هذا فرن الكهرباء. فرن الكهرباء للمش كهرباء عادي. عادي أي فرن، بأي فرن دخلوها بس 5 دقائق حتى تتحمص. بس تتحمص. هلا اذا بدهم على الشوايه اوكي، بس ينتبهوا لانه بنحرق بسرعه. هذا اللي بدي اقوله. اوكي، هلا شايفه كيف محمص؟ هذا عملته من امبارح وبضله يعني بضله مقرمش ما بترى. ف هي الخبز صار عندنا جاهز. تمام. اوكي، شايفين؟ اوكي، هلا بدنا نكمل الوصفه. الوصفه بما انه فرجيناكم كيف طريقه الخبز، كيف بدنا نعمل الدب نفسه. في عندنا جبنه كريميه اللي هي بنستعملها عاده للتشيز كيك. في عنا ريحان بندور. هلا الريحان زي ما حكينا بالحلقه الماضيه انا وياكي محفوظ بنفس طريقه السبانخ، ولا انت ما كنتي معيلين؟ كانت معيلين انه دائما ينحط بين ورق مطبخ بعد ما يتنشف تماما، بيضله فريش وطازه واموره تمام. فاذا ريحان و بندور، جبنه كريميه وزيتون. بدنا نحط كمان يا ست روان زيتون، بندوره مجففه يعني. بدنا نحط لبن. شو زاكي هالدب؟ شوفي، بدنا معلقه لبن حتى تطري قوام الجبنه، وبرضه بيعطينا كزاكي وحموضه دسم كمان، واقل دسم يعني. اكذب عليك اقول لك هلا اقل دسم مش يعني عارفه هي الجبنه لحالها هاي كل حال يعني بتخففي شوي، فيها شوي تخفيف. اوكي، هلا بدي ارجع افرم هون، بس اشيل هدول. بدنا نفرم البندوره المجففه وبدنا نفرم الزيتون. بدكم تنتبهوا لانه البندوره المجففه هاي انا جايبتها محفوظه بالزيت، في نوعين، في نوع بيكون منشف على الشلفس محطوط، وفي نوع بيكون محفوظ بالزيت. انا بفضل المحفوظ بالزيت، تيجي شوي قطره. اوكي، بس بدنا نفرمها، ومش فرمه كثير ناعمه، شوي خشنه اسكى، ونضيفها للدب. خلينا ناخذ كمان، وهي طبعا حسب الرغبه، بدكم كثير بدكم شوي، ما بتحبوها بالمره فيكم تشيلوها، بس هي بتعطي كثير طعم زاكي الصراحه. اوكي، أوكي. هلا هيك صارت تمام. الزيتون الاسود مع انه يعني اوريدي مفرم، بس بدي اعطيه هيك بس شويه نصغره حتى ما يطلعوا القطع كبار بالدب. ضل اللي بدك اياه، ضل اشياء ضل زاكي. زيت زيتون، انا سحت بالمكونات. شوفي، ضل فلفل اسود اكشلي. برضه ما رح احط ملح لانه البندوره المجففه مالحه. رح احط شويه زيت زيتون، ورح نضيف شوي من الاعشاب الايطاليه وبودره الثوم، نخلط، وهيك خلطتنا صارت جاهزه. اوكي، بدي ازيد بس شويه زيت زيتون، ونحط عرق ريحان للتزيين. نعم، وهيك احنا وصفتنا برضه الثانيه صارت جاهزه.